الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المحاضرة الأولى من محاضرات مادة الباور سيستم سويتش جير أند بروتكشن، وبنتكلم فيها عن مقدمة ونظرة عامة عن الإلكتريكال سويتش جير. بنتعرف في البداية على ماذا يعني مصطلح السويتش جير، وبعدها بنستعرض أهم أنواع السويتش جير وأبرز الكومبوننتس اللي نشوفها في منطقة السويتش جير. طيب، بكل بساطة، مصطلح السويتش جير يشمل جميع الكومبوننتس اللي تستخدم لعمليات السويتشينج والكنترولينج والبروتكتينج للسيركتس ولجميع المنظومة الكهربائية. فهذا المصطلح سويتش جير هو اسم عام لمجموعة كبيرة من الباور سيستم كومبوننتس تكون موجودة في مكان واحد لأغراض الفصل والتوصيل والتحكم والحماية، مثل السيركت بريكرز والسويتشز والايسوليترز والفيوزز والكونتاكترز وغيرها من الكومبوننتس. فكل هذه الكومبوننتس وجودها في مكان واحد بشكل مرتب بحيث كل كومبوننت يؤدي العمل المطلوب تسمى بالسويتش جير. هنا تعريف السويتش جير حسب هذا الستاندرد: السويتش جير مصطلح عام يشمل كل السويتشينج والانتربتينج ديفايسز ووجودهم في مكان واحد لعمليات الكنترول والقياس والحماية والريجوليتينج، إضافة إلى جميع الأكسسوارز المرتبطة بكل هذه الديفايسز في أي مستوى من مستويات الباور، سواء في مجال الجنريشن أو الترانزميشن أو الديستريبيوشن. فهذه بعض أشكال السويتش جير، تكون مثلا اندور في غرف مغلقة أو اوتدور في الخارج، وهذه تسمى جاز انسوليتد سويتش جير. فالسويتش جير كانت في البدايات سيمبل ميكانيكال سويتش، ومع زيادة الطلب والتعقيد في المنظومة الكهربائية صار عندنا مور اكويبمنت توفر الحماية والكنترول والميترينج، فكل هذه الكومبوننتس تعمل مع بعض كفريق عمل في منطقة السويتش جير. فالسويتش جير مثل ما ذكرنا سابقا تستخدم في كل مستويات الباور، بداية من الجنريشن وحتى الاستهلاك، مثل محطات التحويل أو السبستيشنز اللي تحول الفولتج من مستوى إلى آخر. فالسويتش جير أصلا هي جزء من السبستيشن، وعادة يكون عندنا منطقة سويتش جير في الهاي فولتج سايد ومنطقة سويتش جير ثانية في اللو فولتج سايد للترانسفورمر. طيب، عندنا عدة تصنيفات للسويتش جير، من أهمها أنها تصنف إلى إندور، يعني داخل غرف مغلقة ومعزولة عن الظروف البيئية الخارجية، وتكون عادة في الفولتجز اللي أقل من 26 كيلو فولت. طبعا تختلف بعض الكتب في تحديد مستوى هذا الفولتج، بعض الكتب تذكر أن الإندور سويتش جير تكون إلى 11 كيلو فولت، وبعض الكتب 26 كيلو فولت. أما الأوتدور سويتش جير تكون في منطقة مفتوحة ومعرضة للظروف البيئية، وتستخدم للحاجة لمساحة أكبر بسبب زيادة مستوى الفولتج، واللي عادة تكون أعلى من 26 كيلو فولت. طبعا في تصنيفات أخرى مثل اللو فولتج سويتش جير والهاي فولتج سويتش جير وميديوم فولتج سويتش جير. اللو فولتج سويتش جير للفولتجز اللي أقل من 1 كيلو فولت، ويكون موجود فيها اللو فولتج إكويبمنت مثل المينيتشر سيركت بريكرز والمولدد كيس سيركت بريكرز والاير سيركت بريكرز. أما الهاي فولتج سويتش جير تكون للفولتجز اللي أعلى من 36 كيلو فولت، ويكون فيها الهاي فولتج سيركت بريكرز مثل الأويل والفاكيوم والإس إف 6 سيركت بريكرز. وقد تستخدم هذه البريكرز برضو لمستوى الميديوم فولتج سويتش جير للفولتجز اللي بين 3 كيلو فولت و 36 كيلو فولت. وبدون الدخول في التفاصيل، أحد تصنيفات الميديوم فولتج سويتش جير يمكن أنها تكون جاز انسوليتد سويتش جير أو ميتال كلاد سويتش جير وغيرها من الأنواع. طيب، أشهر الإكويبمنت الموجودة في السويتش جير هي الأوفر كارنت ديفايسز، وتشمل الفيوزز والسيركت بريكرز والريكلوزر، إضافة إلى السكشناليزر اللي تكون عادة مع الريكلوزر لتحسين الأداء. طبعا بشكل أدق، الريكلوزر والسكشناليزر تكون عادة موجودة على الديستريبيوشن لاينز وليست في غرف السويتش جير، لكن تجاوزا بنعتبرها هنا أنها من ضمن السويتش جير إكويبمنت لأنها تؤدي أغراض الفصل والتوصيل. ومن الإكويبمنت الموجودة في السويتش جير الأيسوليتر اللي هي الأوفلود سويتش والسيرج الريستر الحماية من السيرجز اللي تحصل بسبب السويتشينج أو اللايتنينج، والويف تراب
لتعتبر لو باس فلتر لعمل بلوكينج للهاي فريكونسي سيجنالز وترانسديوسرز واللي هي الكرنت ترانسفورمر والفولتج ترانسفورمر لمراقبة الكرنت والفولتج في السيستم وإرسالها للريلي واللي يعتبر العقل المدبر لمنظومة الحماية الكهربائية. ومن الكومبوننتس المهمة في السويتش جير الأوتوماتيك ترانسفير سويتش والأن انتربتبل باور سبلاي واللي تستخدم في حالات الطوارئ. فكل كومبوننت من هذه الكومبوننتس بندرسه بإذن الله بالتفصيل في هذا الكورس. فإذا الخلاصة، السويتش جير ممكن نقول إنها جير فور سويتشينج، تشمل سويتشينج ديفايسز مثل السيركت بريكرز، الايسوليترز، سويتشز والاي تي اس، وكنترول اند سينسينج ديفايسز من ضمنها الكرنت ترانسفورمرز والفولتج ترانسفورمرز، وديسيجن ميكينج ديفايسز تشمل مثلا الريليز واللايتنينج اريسترز والفيوزز. فقبل ما نبدا في دراسه كل من هذه الكومبوننتس بناخذ نظرة عامة عن الأوفر كارنت ديفايسز واللي بتكون موضوعنا بإذن الله في المحاضرة القادمة.